مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم تابعنا المقابلة ديال الرجاء البيضاوي او الرجاء العالمي مع الفريق السنغالي، وحنا ما غاديش نسميو هذه متابعة لان داكشي فاش تفرجنا اليوم كيبين اننا متقدمين على الدول الافريقية عامة. السنغال فاش كنسمعوا السنغال او السنغال كنقولوا انها دولة متقدمة عندها متطورة، زعما ماشي من بحال ديك الدول الفقيرة ولا الضعيفة بزاف. ولكن اليوم كنشوف واحد النقل بكانون، نقل بكاميرا، كنقول انا ربما شي صحفي مغربي هو اللي نقلها ولا شي واحد اللي نقلها، لان ما كاين حتى شي اعاده. الكاميرا وحده اللي كاينه كيتبع داك الشيء اللي كاين شي تغيير ولا فاش كيبغيو يزيدوا شي وقت كيخلي اي حاجه وكيمشي للحكم الرابع اللي كيهز 4 دقائق ولا 2 دقائق. اذا تفرجنا في نصف مقابله ماشي مشكل. داك الشيء اللي شفنا اليوم بيننا داك الشيء اللي قلت من شحال هذه. انا فاش قلت لهم ان التربص ديال الفرق المغربيه اللي كينافسوا قاريا كنقول انه ما يمشيوش الافران ويمشيو، خصو يمشيو لشي بلاصه فاش كاين الاجواء الافريقيه، لا في الحراره لا في الرطوبه لا في. كيمشيو دابا الافران مبرده، اكسجين كاين، كلشي كاين. فاش كيمشيو للدول الافريقيه كيقول لك مشينا للادغال الافريقيه، عانينا الامرين في افريقيا، ولكن نتوما مره ما تربصتوش في شي اجواء اللي بحال الاجواء الافريقيه. كاين عندنا هنا حنا فريق في الهوات كنلعبوا مقابله بحال خمليه، بحال خمليه اللي جيت مرزوقه تما، كنحسوا حنا بالاجواء الافريقيه فين كتمشي كتحس بالنفس بالاكسجين قليل والحراره وواحد الجو اللي صعيب انك تلعب فيه، ولكن ماشي مشكل كنتاقلموا لاننا حنا ابناء هذه المنطقه هذه ومولفين داك الجو. انا كنقول بحال داك التربص، علاش ما يجيش جيش الرجاء البيضاوي ولا الجامعه دير واحد الملعب هنا في الصحراء هنا في جهه مرزوقه من اجل التربص اعدادا او استعدادا لمقابله الافريقيه. انت باغي تمشي تلعب مع الافارقه اللي الدبان كيموت عندهم بالحراره بحالهم بحال جهه مرزوقه، وانت غادي الافران مبرد مكسل كيخرجوا كيسيروا لونطريبو يهزوك تكطو يمشيو يتبردوا ويتقهوا وهذا، وكتمشي وكتجيب لنا نتائج سلبيه. هذه خرجنا على الموضوع نرجعوا للبيضاوي. الرجاء البيضاوي اللي جاب واحد النتيجه اللي كنقول ماشي مشكل، هي ايجابيه رغم ان ضيعوا بعض الفرص، الا ان كنستغربوا لواحد اللاعب رجاوي اللي ما خداش حقه. انا وجهه نظر ديالي هذا اللاعب اللي هو بن حالي ما خداش حقه، لانه هو لاعب ديال 90 دقيقه اللي كنشوفه اللاعب انه ديال 90 دقيقه في اي لحظه يقدر يصنع لك هدف في اي لحظه. ونرجعوا ونهضروا على نوح السعداوي. انا قلت هو مازال متشبت بها ديك البهرجه اللي دارت على نوح السعداوي، كيبان لي لاعب عادي، لاعب عادي ماشي شي لاعب اللي تقدر تقول انه يقدر يعطي الاضافه للرجاء. الرجاء كبير عليه في وجهه النظر ديالي، الرجاء كبير على ذاك اللاعب، لاعب عادي بلا ما نقولوا ان عندنا مهاجم اللي خارق ولا جناح اللي خارق ولا هذا، كيبان لي انا مهاجم عادي. بالونغو من نهار ماركا على الوداد الهدف الرابع ما عاودناش شفناه، قليل فاش شفنا في الاهداف التي لا تغني ولا تسمي من جوع. اذا الرجاء البيضاوي خصها انها تدرك الموقف في الروتور، لان داكشي اللي شفناه واخا غادي تقول لي الارضيه ما مزياناش الجو خايب، ولكن واخا هكا النسر كيبقى نسر. راه الاجيال الفايته ديال الرجاء فاش كتهضر على كتهضر على الحيمر، كتهضر على الشادلي، كتهضر على دوك الاجيال اللي كانوا كيجيبوها من الفم السبع. نجيو للجمهور، الجمهور اللي شفنا اليوم ردنا الاذهان، لان دابا عام تقريبا سنه ما شفناش المدرجات مملوءه في المغرب، ما شفناش تشجيعات، ما شفناش الالترا انها تطلع وتمتعنا وتعطينا اللوحات. شفنا الجاليه او ما عرفتش، انا ما نقدرش نحكم واش هذيك الجاليه ولا الجمهور الرجاوي اللي مشى من هنا. كنعتقد ان في هذه الظروف ديال الوباء وديال التحلل وهذا كنعتقد انهم هما الجاليه، باش تعرف ان الجمهور المغربي فين ما مشيتي غادي تلقاه، فين ما مشيتي تلقى الجمهور المغربي، واي فريق مغربي مشى لاي دوله ضروري غادي تلقى المشجعين ديالو كاين، لان المغاربه رحاله كما كنقولوا، المغاربه كتلقاهم في جميع بقاع العالم. اي دوله تقدر تقول ان ما تلقاش فيها مغربي غادي تلقى فيها مغاربه اكثر. باش عجبوني انهم طيله 90 دقيقه وهما كيشجعوا او كيشجعوا فريق الرجاء العالمي الى اخر رمق. المهم اننا شفنا مقابله متذبذبه، نقل ضعيف، ارضيه عيانه، اداء متوسط الى ما قلناش ضعيف، ولكن بحال هذوك المقابلات يتم التركيز على النتيجه كيمشي الاداء. واحد اللاعب اللي بغيت نشيد به هو الهدهودي اللي سرعان ما تاقلم مع المجموعه، تاقلم مع الفريق ودخل ودار واحد بوماتش
اللي كنقول انا واخا لان الارضيه دابا ما تقدرش تحكم على اللعابه 100% ولكني كيبين انه تاقلم. واللاعب الاخر الحداد اللي تصاب كنتمنوا ليه الشفاء العاجل عاد دخل الورف اللي كنتمنوا لهذا اللاعب انه يتشافى لانه هو اللي نقدر نقول لكم عنده عقليه احترافيه لان دوك المقابلات كاع اللي دوز وهو في دكه البدلاء بقى صابر حتى جاو كتو وهو دخل وكيحاول بشويه بشويه كيكسب الرسميه ديالو. نرجعوا دابا للنقل، واش دوله بحال السنغال اللي ما قدرش تنقل مقابله كيفاش دابا واحد اللقطه جلس اللعاب بغى يدور الحكم يقول ليه الفار اش من الفار راه منقوله غير بكاميرا عاديه والاعاده ما كايناش اش من الفار غادي يكون باش عرف ان افريقيا عمرها ما غادي تتطور عمرها ما تزيد لقدام. التصوير ديال المقابله صعيب عليهم، كاميرا واحده الفوق كتبع كره كاين فاش كيسهال اللي شد الكاميرا ما حنا مازال ما عرفناش واش صحافي واش القناه ديالهم داك هذاك واجهدها واش ما فهمناش وكان غير قالوا لنا صيفطوا لهم الكاميرات وصيفطوا لهم الناس اللي يصورون باحترافيه بعيد على الشركه الوطنيه ولا الرياضيه صيفطوا لهم الناس اللي كيصوروا لي كليب هنا وهذا يطلعوا ماتش ناضي. هما دوله قداش ولاعبه منافسه افريقيه ودايرين كاميرا وحده داك مول الكاميرا كاين فاش كيسها كتكون هجمه هنا وكيسها كتلعب هنا كنقولوا دور الكاميرا دور الكاميرا شي زعما ديال تحت من الهوات شي حاجه تحت من الهوايه كتجي دوله بحال السنغال ما عرفتش من الادغال افريقيا وداكشي باش كيديروا فينا الافارقه ما بغا افارقه كتمشي عندهم راه يديروا فيك ما بغا لا تصوير مزيان لا نقل مزيان لا حتى شي حاجه اشمن الفار وقتاش غادي دير عندهم الفار واش 2633 سنه عاد غادي دير عندهم الفار. نرجعوا لواحد النقطه اللي كنت باغي نهضر عليها ودير عليها فيديو بوحدها هي ديال المنتخب المغربي والمنتخب التونسي الاقل من 20 سنه. اذا بينوا توانسه ان الخبط الكروي كيربيوه للصغار ديالهم شفتي كيفاش كيضربوا شفتي كيفاش كي داك الخبط اللي كان شحال هادي عند المصريين ما بقاش دابا المصريين ولاو كيلعبوا معنا كره ولاو المصريين كيلعبوا معنا كره هما الجزائريين توانسه شتي كيفاش ردوا في الصغار ديالهم داك الخط الكره للاسف وحنا كنمشيو دراوش حضر الروسنا باغي يلعبوا كره نقيه ما نقيسو حد ما يقيسنا حد ما عبر عليهم غير بركان اللي جاوا لهنا المصريين داروا لهم اكثر من الخبط الكره بغيتوا الخبط اجيو حنا موالي هادشي اللي حنا دائما كنتظلموا وما كنردوش دائما. المغرب بلد مسالم كيجيو الجمهور كنصفقوا لهم كنستقبلوهم كنمشيو تما كناكلوا العصا كنعاودوا يرجعوا لعندنا كنعاودوا نستقبلوهم وعارفين ان غادي نمشيو ناكلوا العصا هذا هو. المهم وصلنا اخر هذا الفيديو بغيت التعليقات ديالكم تعطيو الاراء ديالكم على هذا الشيء اللي كاين واش هذا الشيء كيبشر بخير ديال فريق الرجاء البيضاوي ولا خصنا تغيير جذري ولا تغيير في المنظومه البشريه ولا تغيير في الطاقم التقني. وصلنا اخر هذا الفيديو السلام عليكم. في الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.